إذن متابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء الرائعة والجميلة من خلال هذه الانطلاقات الرائعة والمميزة. متابعينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته هذه الأسماء الرائعة والجميلة. هكذا ينطلق هذا الشوط مباشرة إلى مسيطر من يحتل المركز الأول، وياتي هنا محمد بن عامر بشطيط النوفلي، ياتي في هذه اللحظة يقدم لنا مسيطر مع المركز الأول بعدما قدم لنا طموح، يقدم لنا مسيطر. بينما المركز الثاني القدوم من الكايد وسهيل بن خيرات العامري هنا قادم مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء مخلاب وأحمد بن سالم الكاسبي ياتي في هذه اللحظة مع المركز الثالث، ولكن العودة مع اللي باعدا وراحا واقتربا من خط النهاية الثلاثة اللي راحا وهناك أسماء، ولكن عودتنا مع مسيطر يسيطر على الصدارة الأولى، يسيطر على المركز الأول، ومحمد بن عامر بشطيط النوفلي النوفلي، ولكن الكاسبي قادم مع مخلاب، مع مخلاب يتقدم في هذه اللحظة. مشاهدين الأعزاء، أحمد بن سالم الكاسبي يقدم مخلاب في اللحظات الأخيرة، مخلاب 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 ينتزع الصدارة في اللحظات الأخيرة. سلام مخلاب، سلام سلام مخلاب، سلام. تهانينا لأحمد بن سالم الكاسبي على الفوز وعلى الانتصار. المركز الثاني الكايد سهيل بن خيرات عامري، بينما المركز الثالث كان مسيطر لمحمد بن عامر بشطيط أيضا النوفلي. تهانينا متابعينا الكرام للجميع على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز. والتوقيت الزمني كان مشاهدي الأعزاء الذي رافق مخلاب دقيقة 47 ثانية 46 جزءا من الثاني. تهانينا وناموس.